وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: يعطيني زوجي بين كل حين وآخر كمية من المال لصرفها إذا احتجنا شيئا في حالة عدم وجوده، فهل يجوز لي إن أردت أن أتصدق أن أخذ منها وبدون علمه، علما بأنها ليست كثيرة حوالي 100 ريال أو نحو ذلك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فما أعطاك زوجك للنفقة في البيت فإنك تصرفين فيما خصصت له من حوائج البيت، ولا بأس بالتصدق اليسير منها بما جرت به العادة من إعطاء السائل ما جرت به العادة، ويكون الأجر للجميع إن شاء الله. أما أن تأخذي منها كثيرا ومما يضر بحوائج البيت ويضيق على الأولاد، هذا لا يجوز.